اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في موقع جديد. هذا جديد، اجينا على الموقع اول مره، بس حلو. يعني طلعنا مع سوا غابه، اكسجين، اشي حلو، اشي مرتب، على كيف كيفكم. طبعا احنا بالسياحه الداخليه يا اخوان ضروري، يعني هسه احنا بنعمل سياحه، تمام؟ طبعا حلقتنا اليوم عن اشاره معينه، لكن نحكي الكلمتين. لما نعمل سياحة داخلية، القصد بالسياحة الداخلية زيارة هيك مناطق، أرض، هاي أرض مشاعم مش ملهاش صاحب، تمام؟ فحلوة جدا، غابة بتقدر تعمل فيها رياضة، بتقدر تعمل فيها اللي بدك إياه، تمام؟ بتقدر تشوي وتنش، يعني أمورك كاملة يعني، تمام؟ بتجيب عليها العيلة والأولاد، وهاي تمشوا بهالخضار زي ما احنا شايفين، خضار حلو مرتب ماشي، مناطق حلوة، أكسجين، تغيير منطقة ال خلينا نحكي المنطقة اللي فيها أدخنة وأتربة، تمام؟ بنيجي على منطقة زي هاي رائعة وحلوة ومرتبة، من ضمنها إنك أنت كباحث تقدر تيجي تنمي الشغل اللي أنت صار عندك، الأفكار اللي صارت عندك، وتنميها أكثر وأكثر، وتوصل لمرحلة من الإدراك عن طريق الميدان، تمام؟ احنا دائما بنحكي الميدان هو الإشي الصح، دائما الميدان هو الشغل الصح، ماشي؟ اقعد مكاني وما اسويش شيء ما بزبط، بدي اطلع على الميدان انمي الفكره، كويس؟ طيب عندي هذا الموقع يا اخوان، هيو زي ما احنا شايفينه مميز، يعني مميز، انا جابني من بعيد صراحه، يعني لحقت لحد ما وصلت هون من بعيد، تمام؟ في تميز، شوف لما تيجي اكسجين الواحد النفس عنده بيختلف، لما يكون الهواء نقي النفس عنده بيختلف وبيختلف، يعني مش عارف، بيختلف شغلات كثير، ما بصحصح صراحة، تمام؟ المشكلة تقولوا لي وين الموقع، المشكلة بقدرش أحكي. طيب بس هو أرض مشاع، يعني أرض مش مملوكة لحدا، أرض للدولة، تمام؟ طيب استرعى انتباهي، هاي الصغيرة وهاي، تمام؟ هذول استرعى انتباهي من تحت، وانا طالع شفت هالمنظر هذا، قلت بدي اطلع اشوف شو فيه، ماشي. طيب لو بدنا نيجي نقول ايش هاي، تمام؟ يعني هاد الشق ما بين الصخره هاي وما بين الصخره هاي، هتطلع عليه تقول بوابه، ماشي؟ لكن الشق ما بين هاي الصخره وما بين هاي الصخره، بنفهم من المنطقه انه ممكن صار فيها هزه او صار فيها زلزال او صار فيها ايش ما صار، كسر هاي الصخره، انتقلت هاي، خلينا نحكي صار بيناتهم الفجوه هاي، ماشي؟ وصار الشكل، هذول الحجار اللي فوق حجار واقعه وثابته جوا، لكن اجينا حكينا في دق العده قبل هالمرة، وحكينا هذا الشغل لما بكون يدق في الشاكوش أو إلى آخره بيطلع معاه هذا الشكل، صح؟ طيب هاي إيش؟ دقيقة خلنا أضبط الضوء شوفها مع بعض. هاي إيش؟ شايفينها؟ تمام. في جرن هي هون، شايفينه؟ شفتوه كيف؟ خلينا ندخل كمان مرة. هنا دخلنا جواتها، تمام. هي في جرن هون، شايفينه؟ هاي مسكر آخره بحجر، شايفينه كيف؟ هنطبع سوا، مسكر بحجر، صح؟ صراحة نفحصها. هذا الحجر ما في هون، هاي طلع هون ما في، صح؟ إذا جرن مصنع، مزبوط الحكي؟ طيب نرجع ندخل كمان مرة، انتبهوا مع بعض، تمام؟ الآن هذا مدخل، شايفينه؟ هو مش مدخل يعني للدخول، لا، لكن هاي احنا زي ما شايفينه، لكن المهم عندي في الموضوع هذا هو، شايفينه؟ إذا في إشي جوا، صح؟ في داخله إشي، هاي. طيب نستعمل الجهاز اليوم، هنلبس بس السيفتي، السيفتي مهم،
نستعمل الجهاز. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مش صوت طلع مشكلة ضيقة. كناية مبينة واضحة في شيء ملزق، طبعا ملزق احجار يعني، لكن طريقة الدخل له شفنا مع بعض كيف ممكن انه يكون الشغلة مخبية فوق. المشكلة انه ما قدرتش اوصلها، لكن تعالوا اطلعوا فوق، تعالوا اطلعوا فوق هون، ماشي مسكرة ما فيش، يعني ما في انه هذا الجرن واصل لاشي هون. تمام، طب لو شيكنا على هذا الحجر شلون؟ تمام على نفس الحجر. طبعاً هذا الصوت، هذا لما يفصل شوية برجع. كيف بدنا نوصل له من جوا مش عارف. على كل الان هذا اللي احنا شايفينه هو مش مدخل، تمام، ولا هذا مدخل، لكن اللعبه في الموضوع انه خبيئه. الخبيئه موجوده وين؟ هيك جاي يعني زي ما احنا شفناها في الجرن هذا، تمام، الخبيئه هون. لكن ايش اللي حاطه جوا؟ يعني معقول حاط له تمثال؟ معقول حاط له شيء؟ طبعا شايفين الزنجار كيف جاي، شو الطريقه اللي جاي فيها الزنجار. لو صورناها هيك مبين، هاي تصفيط احجار. تمام، انتبهوا مع بعض، خلينا ننتبه مع بعض نشوف ايش بالضبط هذا. ممكن يكون هو اصلا تمثال، يعني ممكن يكون الحجر هذا هو اصلا تمثال ومدحوش بهذه الطريقة. بس حلو والله. مشكلة مش قادر ادخل الا هالتليفون. انتبهوا يا اخوان ايش هو هذا؟ شيء غريب. طيب انا راح احلل الفيديو بعد ما اصور وخلص تصوير، راح احلل الفيديو اشوف شو هو هذا اللي محطوط جوا، اللي معمول له هذا الجرن، تمام، مسكر هالتسكيرة هاي، كيف موجود بهذه الطريقة. الله مشكلة هاي، والله العظيم انها مشكلة. مشكلة كيف ندخل له هذا؟ شو ما اعطانيش معدن، فاحتمال انه يكون في تمثال. طيب خلينا منه هسه، خلينا نحكي شغلة ثانية. طيب الحجر اللي عليه، الحجر اللي عليه، طبعا هاي تكسير هذا اللي شايفينه، هاي مش بصمات يا اخوان، هاي من المطر و و و والى اخره، ماشي، من الثلج، بالذات الثلج، لأن المناطق هاي اللي احنا فيها بيجيها ثلج وبطول الثلج فيها، فالثلج بيعمل مشاكل على شو اسمه، بيعمل مشاكل
على الصخر نفسه، يعني بيعمل الصخر زي ما نحن شايفين بالطريقة اللي احنا شايفينها هاي. فحتى لو في إشارة فبتكون راحت الإشارة. لكن هاي ايش؟ مش عارف هيك تخربط تخربط، يعني هذا الوضع مخربط تخربط. ده خلينا نشوف هذا الزنجار اللي هون، انتبه لي يا ابو ابراهيم يا كله هيك. طلع تكوين الحجار اللي تحت. طيب لو طلعنا فوق هاي ممكن تكون تكوين الحجار اللي هون، عرفت؟ لكن واضح هو مش زنجار، هاي فطريات. فطريات هاي فطريات مش زنجار نهائي، هاي فطريات. ولا الأزرق الفاتح ولا حتى الأزرق الفاتح. اوكي ممكن الأزرق الفاتح، ممكن ممكن. هون في شغل، يعني نعتبر الحلقة هاي عن الصيد يا اخوان، هذا هو الصيد اللي احنا بنحكي عنه. بنضلنا نقول صيد 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 صيد. طبعا شو حتحكي وين المنطقة اكيد؟ لا عادي مش مشكلة يا اخوان، هاي عند دار شو اسمها؟ دار الافتاء. لا لا تخافش، عند دار الافتاء. لا هاي فطريات هاي يا شيخ. والله؟ هاي فطريات هاي مبينة. اوكي. هاي مش زنجار. ولا الازرق اللي تشوفه. دقيقة. طيب خلينا نحاول برضه محاولة. ما اعرف مالك، انا باخذ كل المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا ما اعطتناش اشارة معدن. تمام، هاي الحلقة عشان تسلوا معانا وتشوفوا كيف احنا بنصيد. نرجع لهاي اللي حيرتنا، وفعلا حيرتنا. في اشي في اشي جوا ما زمر، ما اعطانيش. ممكن يكون تمثال، ممكن يكون يعني شغلات كثير. هاي طبعا ما المدخل هذا اللي عاملينه زي هيك زي عاملينه، لكن هاي غريبة عجيبة. أنا زي زيكم بتفرج قاعد، بحاول إني أعرف شو هي هاي، يعني أعطونا في التعليقات شو هي هاي إخوان، عادي برجع للمنطقة وقت ما بدي، بس نفهم شو هي هاي. طيب لو جربنا فيها، أنا منكوش أبو إبراهيم، لو جربنا فيها التجربة ان شاء الله انها تزبط، بلكي قدرنا نحرر الحجر هذا. يعطينا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف شو البغز في الجري. بس بسم الله ان شاء الله خير. انتبه يا ابو ابراهيم. ابراهيم تعال شوي، امسك هذا التليفون هيك ودخله معي جوا. لا بس لا تكبس كبسه، لا تكبس. اوكي هيك بس شيء كبسه. لا لا هيك هيك. دقيقه يا اخوان، ايوه ودخله جوا. انتبه بس، دخل دخل. روح روح كمان 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 كمان. لا لا جوا جوا، انا مثلا مش شايف، انا بدي اشوف عن طريق التليفون. شوف كيف دخل هيك، خليك ماسك شوي. ايوه
طيب خلينا نثبت التليفون يا اخوان. نعطيني شوي اثبت التليفون عكسي هيك. هيك ممتاز ان شاء الله نكون ممتاز. برضو هيك مش شايف. وقف هذا خذ ال يعني بكون تحت الجنايه ممكن. يلا هاي اخوان طلع نحاول. تلزيق بنفك بشيء بنقرصش؟ ما في شيء مفك. طب لو جبناه من فوق دقيقة. طلع مشكلة حتى المنكوش ما بكفي قاعد بخف كله كامل. تبغى في شيء بيتحرك. ها شو ها شو ها يكون حي؟ لا 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 مش حي ولا دقيقة دقيقة. تبغى يا اخوان فوق فوق الحجر الكبير في الضوء روح بيجي قاعد. هو مش ضوء لو ابصر شو. ممكن هاي شبك عنكبوت. مش مشكلة. طيب مشكلة صغيرة طلع. هاي اللي انا بدخل فيها التلفون قاعد صغيرة هيك وهيك. اللي اعرف شو هي يا اخوان ان شاء الله بتبين معانا وتبين شو هي وبنطولها باذن الله. تمام. هذا موقع بكر اللي انا فيه. ما حدا لعب فيه نهائي يا اخوان. والوضع حلو فيه كثير. بس الا تبين والا اعرف شو هي ان شاء الله. في حلقات قادمه ممكن اني اجي احفرها ممكن. تمام. لكن بدها عده غير هذا. بدنا نشوف لنا اشي طويل نوصله للهاي عشان نقدر نكسر الحجر الموجود جوا. نشكر الجميع على المتابعة وإن شاء الله في حلقة جديدة. لا تنسونا من اللايكات. هذا الفيديو بيستاهل مليون لايك. لا تنسونا من اللايكات. لا تنسونا من الاشتراك. اللي مش مشترك في القناة فاشتركوا القناة وفعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة الحلقات الجاية ويستمتع معنا. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا شكرا جزيلا.